السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا بنات احنا هنعمل مع بعض 4 وصفات من الكرنبيت، ودي هتكون الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهوريكم شكل الحاجة اللي احنا هنعملها سوا. ده كده الكرنبيت المقلي، وهنا برجر الكرنبيت بالجبنة، وراس الكرنبيت بالبطاطس، وصينية العجة، ودي هتكون حلقتنا النهاردة. يلا نتابع سوا ونشوف الخطوات خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل المشاهدين قناة أم ندى وفتحي، أهلا وسهلا بيكم في القناة. النهاردة هنعمل مع بعض الكرنبيت المقلي. نشوف مع بعض نحتاج ايه. هنا معايا كوباية لبن، وطماطمية مبشورة، 2 بيضة، كوباية ونص دقيق، وهنا كرنبيتة أنا سلقتها، وهطلع منها 4 وصفات. هعمل منها كرنبيت مقلي، وهعمل منها 3 أصناف تانيين، هنشوف مع بعض ونتابع في الفيديو. وهنا معايا معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وذرة صغيرة شطة، 2 بقدونس، معلقة صغيرة ثوم مفروم. ونشوف مع بعض هنعمل ايه. انا هقلب بقى كله مع بعضه. نحط الطماطمية، انا هحط بقى البقدونس، لحد ما تدينا ايه العجينة المناسبة عشان اقدر احط فيها الكرنبيت واقليه. ونشوف مع بعض القوام بتاعها عامل ازاي. سنة صغيرة كده لبن، كده كفاية. ده كده شكل العجينة كده معانا. كده بقى هبدأ أقلي. هنا بقى بحط الكرنبيت كده في العجينة، وابدأ انزل بيه بالزيت كده. كده انا سايبه كده الكرنبيت لما يتحمر في الزيت، وابدأ بقى اطلعه في مصفى من اهوت. وممكن بقى اطلعيه على ورق مناديل. انا هنا هطلعه في المصفى ويصفي الزيت، واقدمه بقى معاكم. كده احنا شايفين كده الكرنبيت كده اتحمر معايا، هطفي بقى عليه واطلعه. وكده خلاص، كده خلصنا كده اول طبق معانا اللي هو طبق الكرنبيت المقلي. وهنا انا بحطيت بقدونس مفروم عشان لو في اي زيت او اي حاجة يمتص الزيوت اللي فيه.
وكده ده كان اول طبق معانا. طبعا انا هنا معايا ده كده من الكرنبيتة، فانا هنا هعمل 3 وصفات لسه غير الوصفة دي، وهنشوف مع بعض في الفيديو خطوة بخطوة. رجعت لكم تاني. هنا بقى بنات، ديت الخلطة بتاعت الكرنبيت اللي هي فضلت معايا بعد ما خلصت قلي الكرنبيت. هنا هعمل بيها وصفة تانية، ولو انت بتعملي الكرنبيت قليتي وما فضلش حاجة، فانت هتعملي نفس الخلطة بتاعت الكرنبيت المقلي اللي عملتها معاكم في اول الفيديو، وهتضيف عليها بقى الحاجات اللي انا ايه اللي انا هقولك عليها دي. دي بطاطستين كده كبار انا بشرعه، ما وكنت نقعهم في مية بملح وصفيتهم من المية. هنا ليه بقى بنقعها في الملح؟ عشان تبقى طرية كده معايا. فهنا بقى بحطها على الخلطة ديت. دي بقى تبقى راس الكرنبيت بالبطاطس، وهنا هضيف معاها معلقة كده بقدونس مفروق، وهنا هضيف شوية كرنبيت كده، يعني حبة كرنبيت كده صغيرين. نعم كنت حيشاو من الكرنبيت كده عشان اعمل بقى الخلطة ديت. وهنا طبعا هي فيها البهارات من الاول، كل حاجة فيها، فانا هزود بس عشان البطاطس اللي انا حطيتها، فانا والكرنبيت، فانا هزود بس ايه يعني ربع معلقة فلفل اسمر وربع كمون ونص معلقة كده صغيرة ملح ورشة شطة، فما تزوديش ياما عشان هي الخلطة فيها من الاول ملح عشان ما تبقاش حادقة معاكي. هنا بقى بقلب كله، ودي بقى الوصفة ديت اللي انا بعملها وتبقى جميلة، فانا حبيت اقدمها النهاردة في الحلقة النهاردة عشان اوريها لكم. هنا بقى بزود معلقتين، دول معلقتين دقيق، وطبعا انت بقى يعني بتدوقيها برضو لو هي محتاجة كده. بقى انا حقيقة زي ما احنا شايفين كده، انا كده بقى باخد بالمعلقة واقلي في الزيت ونشوفه بقى مع بعض. ده كده بيبقى شكلها. رجعت لكم تاني. هنا بقى هقلي الكرنبيت. طبعا ده الزيت اللي انا استعملته قليت فيه الكرنبيت، وبعد ما قليته وصفيته هقلي بقى فيه الخلطة دي، يعني عشان ما استهلكيش زيت ياما. كله بعد القلي الكرنبيت بتصفيه زي ما انت شايفه وترجعي تقلي تاني. فانا هنا هقلي فيه، احنا شايفينه هو لسه يعني لسه نضيف معانا، فخساره يعني. هنا بقى هقلي هحط الراس كده، يعني هعملها بعلقه بعلقه كده. زي ما احنا شايفين كده ده هنكمل بنفس الطريقة وحمرها. هنا زي ما احنا شايفين كده هي كده بدأت تتحمر اهي، انا قلبتها على الجنب التاني، وهي كده خلاص هبدأ بقى اطلعها. بصفيها كويس من الزيت. كده انا طلعتهم كده بعد ما اتحمروا عشان يتصفوا من الزيت خالص، وهنا هحطيه تاني. وكده اما اخلص بقى نرجع مع بعض ونقدمه بقى نقدمه. هنعمل كده مع بعض برجر الكرنبيت. هنا هنشوف بقى معانا ايه. هنا معانا ده طبق كده كرنبيت قيمة كوباية ونص كده كبيرة، وهنا معايا 100 جرام جبنة شيدر انا بشرها في قلب الكبة عشان طبعا تبقى مفرولة كده معانا زي ما احنا شايفين كده، مع 2 معلقة نشا،
وبشرها كده اهوت ايه في قلب الكب، ضربها في الكب. وهنا معانا ده، لو انت عندك بقسماط هتحطي بقسماط، بس انا هنا عندي فيجيتار، انا كنت عاملاه في البيت، وهنا انا هستعمل منه في الوصفة، وهو فيه بهارات وفيه حاجات، فانا هزود عليه. انت لو عندك بقسماط هتحطي بقسماط عادي. هنا معايا بقى معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة ملح، رشة يعني ربع معلقة شطة، وثوم مفروم، وبيضة. هنا بقى هنحط بقى ايه كله مع بعضه. انا هحط الكرنبيت، هناخد 4 معالق كده كبار زي ما قلت لكم لو عندك بقسماط كده. انا خدت 4، وهنا يعني انا مش هحط الجبنة دي كلها تبقى ياما، انا هنا هاخد عليها 4 معالق بس، دي كانت جبنة شيدر. هنا هنضيف البيضة، وانا هحط بقى البهارات. انا بقلب بقى ايه كله مع بعضه. كده بالشكل كده. وهنا بقى ايه هبدأ بقى ارصه كده على صينية. كده وابدأ بقى اعمل كله بنفس الطريقة. هنا انا شكلت البرجر اهوت، عملته رأس، وبعد كده حطيته كده في دقيق كده على الوشين عشان اعرف افرده كده شوية. وكده بقى انا هنقليه. هنا انا سخنت الزيت، هبدأ بقى احط البرجر. كده بدأ البرجر يتحمر معانا دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين، بس انا كده قلبته لسه من تحت كده شوية، اول ما ياخد اللون معانا من الوشين فهطلعه. هنا انا طلعته اهو زي ما احنا شايفين ده كده بيبقى شكله. وهنا انا حطيت تاني، هنخلص بقى الكمية كلها معايا. و كده انا خلصت كمية البرجر كلها كده معانا زي ما احنا شايفين، ده كده برجر الجبنة. هنا بقى هنقدموه بقى سوا. دلوقتي يا بنات هنعمل مع بعض بقى اخر وصفة اللي هي عجة الكرنبيت. هنا اقول لكم هنحتاج ايه. هنا معايا يعني زي 1.5 كوباية كده كرنبيت زي ما احنا مسلوق. هنا معايا 2 بقدونس متقطعين، هنا طماطميه متقطعه، وهنا معايا فلفل رومي مقطعه حبه 2، وبصلايه، وهنا معايا البهارات، معايا 2 معالق كمون
وفلفل اسمر معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ملح، وربع معلقه كده في شطه. هنقعد بقى معايا 2 بيضه، ومعايا يعني نص كوبايه دقيق كده، او 3/4 كده كوبايه فوق النص كده، معلقتين. هنا بقى هبدأ اعمل ايه، وهنا معانا 3 معالق زيت انا هحطهم، عشان هنا هبدأ بقى انا عايزة البصل ادبله شوية عشان اعمل بقية الخطوات العجة. نشوف مع بعض. ومعايا بيكنج باودر هنحتاجه، زي ما احنا شايفين كده. انا هنا بقى عايزه احمر البصل واحط نوع الطماطم برضو. اول ما يدبلوا كده معانا هنشوف مع بعض بقيه الخطوات. هنا كده اهوت البصلة كده دبلت معانا، والفلفل الرومي والطماطم، هسيبها بقى لما تبرق ده ونكمل مع بعض. هنا بقى هكمل عقبال هي ما تبرد. هنا هحط الكرنبيت، وهحط البهارات، هحط معلقة صغيرة بيكنج باودر، انا بقى هبدأ اقلبهم كده. وهنا معايا شوية مية صغيرين، هزود حبة كده. خلاص هسيبها دلوقتي لما خلطة البصل تبرد معايا احطها عليها. ادي كده معانا العجة، انا مولعة الفرن عشان ادخلها فيها على طول. اسويها بقى كده في الصينية.
كده قدمت لكم النهارده، قدمت معاكم بكرنبيطة واحدة، قابلت معاكم 4 وصفات. كده خلاص ادخلها، كده هدخلها بقى على الفرن لما تستوي اوريلكوا بقى شكلها. كده يا بنات بقى كده انا كده خلصت الحلقة كده معاكم النهاردة، وقدمت فيها 4 وصفات مختلفة من الكرنبيت، ونشوف مع بعض بقى نوريكم انا عملت ايه. دي كده كانت معانا اول حاجة عملناها اللي هو الكرنبيت المقلي اللي هو ده، وبعد كده العجينة اللي فضلت منه عملت منها تاني وصفة، عملت معاكم رأس الكرنبيت بالبطاطس اللي هي دي، وبعد كده عملنا مع بعض البرجر، برجر الجبنة زي ما احنا شايفين كده، ده كده شكله. عايزة بس ايه اوريكم عشان انا ماسكة التليفون، وهنا معانا الكاتشب دلوقتي اوريكم شكله من جوه، وهنا معايا صينية العجة. ودي كانت وصفاتنا النهاردة، وزي ما قلت لكم بالنسبة لقراص الكرنبيت البرجر اللي هنا بتزودي على حسب العجينة بقسماط، وزي ما قلت لكم انا كنت عاملة، كان عندي في الجيتار عملت حطيت في العجينة بتاعت البرجر، ولو انت عندك بقسماط تحطي بقسماط عادي، وتحطي معلقتين دقيق مع على لحد ما عجينة البرجر تمسك معاكي. ودي كانت وصفاتنا كده النهارده زي ما احنا شايفين، وعملت برضو كاتشب ان انا مقدماه معاه، بس هنزله بقى في حلقة تانية لوحده، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف تحت بتاع الكاتشب. ودي كانت وصفاتنا النهاردة، وأتمنى كده إن الحلقة تكون عجبتكم، ولو في أي تعليق أو أي استفسار في أي حاجة أنا تحت أمركم، تكتبولي في تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. وكان معاكم منادى النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.